هنا يختصر العراق بوضعه الحالي وأمسه القريب، وكأنها الأيام تستعيد بعضها بعضا. سلطة شديدة القمع أمام شعب أعزل. تظاهرات مستمرة تطالب بإقالة المحافظ لؤي الياسري جعلت النجف على صفيح ساخن، يد متشبثة بالسلطة وأخرى تلوح بالأعلام. لم يختلف التعامل الحكومي مع ما حصل في النجف عن غيره في أثناء ثورة تشرين، فالرصاص الحي نفسه وأساليب العنف نفسها تستخدمها حكومة الكاظمي، رصاص ودهس وهجمات بآلات حادة. سلفادورات تجي، هذا متظاهر سلمي شايل علم عراقي، تتعدى علي انت تسحق تطلع قبل والسحقه. البعض المرتزقه الاحزاب يجيب شو يسوي، الشفره مال العمليات يحطها بالقلم، هاي قدام عيني يحطها بالقلم الجاف ويلفها بتيه، بيتعدى على المتظاهر شخطيت شي يضربه، يفتح يضرب يفتح صدره يفتح ظهره. شنو يا عمي، لا متى لو يا ياسر ما اريدك، ما عاد يريدك. هاي الناس الشيوخ العشائر والمستفيده منك، البعض من كلها مستفيده منك. احنا بالنسبه لنا شباب رافضين كل واحد، رافضين الفاسد الحرامي المخدرات، احنا باقين ومستمرين على لسان حال محافظ النجف والسلطات الحكوميه. لم ياتي بجديد، فقد اكد حقيقه التظاهرات وتجريم القمع، والشارع هنا اختبر مصداقيه الاقوال. يعني انا اللي منكم شلون شياش حديد لابسين بوكسياتهم السكين يعني وحربات بايديهم، حتى واحد يعني طببوا الحربه بظهره واكو صور له. ما يعني الاحداث اللي صارت رعب، اكثر شيء هي ميليشيات مبينه بزي اسواد، العفو اليوم يندعون اسواد. ناشط النجف تحدثوا عن حمله اعتقالات بداتها القوات الامنيه، تعرض فيها المعتقلون للتعذيب داخل مركز الاحتجاز، هذا فضلا عن اصابه عشرات من جراء استخدام الكرات الحديديه بقمع المتظاهرين. الاسواد والشغب ما صار بدعبل، هذا ضربه ويا معينه ست زرارات بيه، هذا ضربه بالصندات اذوا العالم بلاش، ما مسوين فش. هذا حكيهم هم، يعني يهود ترحم اكثر من عندهم، ما مسوين شيء. حال النجف يروي قصه شعب ثائر يصر على نيل حريته امام سلطه مستبده تعجز عن الاستماع لصوت الجماهير. وما أيامها الهادئة تلك إلا استراحة محارب سيعود يوما إلى ساحة التظاهر.